ومين الأقصى لدينين؟ مقاتلي حرب الاستقلال ومقاتلي من أجل شعبهم وحريته وكرامته. لذلك الواجب علينا ونحن في هذا اليوم وفي العديد في اليوم الوطني لاستعلاء 8 شهداء الاحتلال يستمر باحتجاز 398 جثمانا ما بين مقابر الاحتلال وثلاجاته، 256 في مقابر الارقام و142 من بعوده الاستياس الاحتجاز في العام 2015، منهم 11 اسيرا و14 طفلا وخمس شهيدات ما بين الثلاجات والمقابر. رسالتنا اليوم في فعاليات اليوم الوطني لاستعلاء 8 الشهداء والتي انطلقت من مدينه نابلس يوم الاحد وامس في مدينه غزه واليوم في باقي المحافظات، رسالتنا أن هذه الحملة وهذه الجهود من عائلات الشهداء ومن حملة استرداد جثمان الشهداء مستمرة حتى آخر تشييع آخر وتسليم آخر جثمان شهيد أو شهيدة من مقابر وثلاجات الاحتلال. يعني للأسف الاحتلال في هذا الملف يتعنت ويضع كافة العراقيل أمام الجهود المبذولة للإفراج عن جثمان الشهداء إن كان بالسبل القانونية أو بالسبل الجماهيرية. نصر الأبطال في سجون الاحتلال، هؤلاء لهم علينا أن يقابل وفاءهم بوفاء أكبر وأعظم حتى نرتقي إلى مستوى معاركهم. ياسر يا بن عمي، ياسر يا بن عمي، ولفديك بروحي ودمي، لفديك بروحي ودمي، ولفديك بروحي ودمي.